من دمشق ينضم إلينا محمد طوالبة مراسل الغد. محمد، لك أن تجمل لنا التطورات الميدانية وأهمية المناطق التي سيطر عليها الجيش السوري. نعم، في الحقيقة آخر ما وصل إليه الجيش السوري وسيطرته على قرية كفرناها في ريف حلب الغربي ومنطقة ثول 46 بالريف الجنوبي الغربي لحلب، بعد معارك عنيفة دارت بينها وبين النصرة في تلك المناطق وكل الفصائل المرتبطة فيها في محيط المنطقة. بعد ذلك يتوقع أن ينطلق الجيش السوري من هذا المحور باتجاه منطقة جمعية الأنين وعدة قرى منها عويجل وعاجل والسعدية المتموضعة بالريف الغربي لحلب. العمليات ما تزال مستمرة في جميع المحاور التي يقوم الجيش السوري بخوض معارك بها لاستعادة السيطرة من الفصائل المتواجدة، بالتزامن مع استمرار تركيا بإدخال أرتال عسكرية إلى المناطق. كان آخرها هدف المؤلف من نحو 50 آلية عسكرية دخلت ليلة أمس عبر معبر كفر لوسين الحدودي بريف إدلب، ومن المتوقع أنها تتجه إلى عدة مناطق لم يتم تحديدها. ولكن في ذات الوقت الجيش التركي قام بإنشاء نقطة عسكرية جديدة داخل الفوز 111 في مدينة أو منطقة دارة عزة بريف حلب الغربي، ذلك طبعا بحسب تنسيقيات المسلحين ولم يتم الإعلان عنه من قبل القوات التركية أو أي. طيب، يعني محمد، أيضا التعزيزات التركية كيف تؤثر سلبا على تقدم الجيش السوري؟ تأثير التعزيزات التركية حاليا يأتي في جانب وجود آخر ما أدخله الجيش التركي الأراضي التركية نحو منطقة الأتارب، يعني أتوقع أنه كانت تطلق عليها الأتارب، وتلك المنطقة من المتوقع أن الجيش السوري كان يحضر لدخولها حاليا، بما أن الجهة الغربية في أستراد دمشق خلال أو ما يدعى الأنفور، وبالتالي وجود القوات التركية في تلك المنطقة هو لمحاولة منع الجيش السوري من استمرار التقدم اتجاهها لعدم استطاعته الإشراف الكامل على كل الجهات المحيطة، ويعني ما يؤدي ذلك إلى عدم استطاعة المسلحين التقدم اتجاه أي نقطة استعادها الجيش السوري مؤخرا. نعم، إذن محمد طوالبة مراسل الغد من دمشق، شكرا لك.